معنا سؤالين. نعم. السؤال الأول، في صلاة الظهر هناك أربع سن، هل تقدم قبل الأذان أو قبل صلاة الظهر؟ السؤال الثاني، نعم أسأل، نعم، صلاة العشاء هل تقدم السنة أم الفرض؟ طيب شكرا جزيلا، تفضلوا فضيلة الشيخ. سن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه، أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها، وطبعا المراد بقبل الصلاة يعني بعد دخول الوقت، يعني بعد الأذان. نعم نعم. ولهذا فالتطوع قبل الأذان تطوع آخر، لكن السنة الراتبة هي السنة التي تكون قبل الفريضة أو بعد الفريضة. وبالنسبة لصلاة العشاء فهناك ركعتان قبل الصلاة وركعتان بعدها والوتر بعد ذلك. نعم. لكنها ليست سنة مؤكدة يعني. إنما يعني يمكن أن يصلى الوتر بعد العشاء. نعم، دون صلاة الركعتين. لا، الركعتين بعد العشاء سنة، لكن نعم. قبلها العشاء. نعم. طيب فضيلة الشيخ شكرا جزيلا على إجابتكم. نعود لما نحن بصدده، نتحدث عن التربية الروحية العقلية التهذيبية في الوجدان في السلوك، كيف نقوم هذا السلوك، كيف نراعي جوانب الإحساس عند الأطفال، كيف يمكن أن نحقق تلك المعاني، ومن المسؤول بالدرجة الأولى عن ذلك؟ جاء رجل إلى أحد علماء التربية وقال له أنا عندي ابن عمره 4 أشهر، نعم، وأريد أن تعينني على وضع برنامج تربوي له. نعم. فقال له لقد تأخرت كثيرا. قال هذا طفل صغير. قال تفكيرك في تربية أبنائك يبدأ منذ تفكيرك في الارتباط بزوجتك. ولهذا كان مسألة الدين مسألة مهمة جدا. أكيد أكيد. نعم، لأن يعني أنا أقدم دعوة صادقة لإخواننا وأخواتنا في بيوتهم. نعم. أن نعطي جزءا من أوقاتنا لمسائل التربية لأبنائنا. والحمد لله اليوم الكتب، الأشرطة، السيديهات، يعني المحاضرات أصبحت تملأ الأسواق. ولهذا لا يمنع أن نعطي جزءا، يعني يكون هناك تفاهم مشترك بين الأب والأم في وسائل وأساليب التربية لهؤلاء الأبناء. وبالتالي مسألة الضرب ليست علاجا ناجعا في كل الأحوال. الضرب النبي صلى الله عليه وسلم جعله حلا لمشكلة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك تعويد الأبناء الضرب على كل صغيرة وكبيرة طبعا تتبلد أحاسيسهم، وقد قال بعض المفكرين لا تضربوا أبناءكم فيستضربوا، يعني تلاحظ أن الطفل الذي تعود الضرب المشكلة مشكلة الضرب، خلاص هي في الأخير قبل أن يعترف بخطئه يمد يده خذ حقك. مسألة ضرب مش مشكلة، يتبلد إحساسه. ولهذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الضرب وسيلة من وسائل التربية، مش من وسائل التهديد ولا من وسائل الإكراه ولا من وسائل يعني الإهانة. أنها لا تأتي إلا في حالات معينة، حالات معينة يعني. ومع هذا كما قالت عائشة لم يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عبدا ولا خادما ولا مملوكا ولا امرأة ولا طفلا، وقال يعني خياركم خياركم لأهله، وقال ولن يضرب خياركم. نعم. لن يضرب يعني لأن نعم. الضرب هو وسيلة متأخرة جدا، وسيلة لا تأتي إلا عند الضرورة، وسيلة تهذيب تقويم نعم. لخطأ نعم. وليست وسيلة يعني تبليد لإحساس هذا الطفل. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ، وشكرا جزيلا لكم مشاهدينا، والوقت للأسف قد أدركنا، ولكن نعدكم إن شاء الله أن نتواصل معكم.